بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة التوبة قبل رمضان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صلاة التوبة، صلاة التوبة في كل وقت، لكن يعني من الأفضل أن نفعلها قبل رمضان، لأنها مشروعة في كل وقت، لأنها صلاة لها سبب، وسنذكر كل تفصيلاتها الآن. وسنتناول في هذه الحلقة 3 محاور نتكلم فيها عن صلاة التوبة. المحور الأول: مشروعية صلاة التوبة، والثاني: سبب صلاة التوبة، والثالث: كيف أصلي صلاة التوبة، أصليها إزاي صلاة التوبة دي. يبقى أول شيء مشروعية صلاة التوبة. أجمع العلماء على مشروعية صلاة التوبة. روى أبو داود عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الحديث صححه الألباني. صححه ليه الألباني؟ خد بالك من الحديث في 3 أشياء. شوف: يتطهر، يصلي، يستغفر. يتطهر، يصلي، يستغفر. ما هو الحديث بيقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر. يبقى طهور، صلاة، استغفار، 3 أشياءهم في الحديث. طيب سبب صلاة التوبة إيه؟ يعني بنصلي التوبة ليه؟ صلاة التوبة دي طبعا النبي اللي أمرنا بيها صلى الله عليه وسلم، وهي مندوبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب سبب الصلاة دي إيه؟ سبب صلاة التوبة إيه؟ سبب صلاة التوبة هو وقوع المسلم في المعصية، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة، فيندب له أن يصلي هاتين الركعتين. يبقى ما فيش مسلم ما بيغلطش، ما فيش مسلم ما بيذنبش، ما فيش إنسان مش بيقع في معصية أو خطأ، سواء كبير أو صغير، تصلي له صلاة التوبة هاتين الركعتين. طيب كيف أصلي صلاة التوبة؟ أصليها إزاي صلاة التوبة دي؟ صلاة التوبة تشرع في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النهي. ليه؟ لأنها من الصلوات التي لها سبب، فتشرع عند وجود سببها. تشرع هذه الصلاة حينما يوجد سببها، فتشرع عند وجود سببها. وصلاة التوبة ركعتان يصليها التائب منفردا. ليه؟ لأنها من النوافل التي لا تشرع لها صلاة الجماعة. صلاة التوبة دي من النوافل التي لا تشرع لها صلاة الجماعة، يبقى بيصليها التائب منفردا لوحده 2 ركعتين صلاة التوبة. طيب يستحب لهذا التائب بعدها، بعد الصلاة دي، الاستغفار وعمل الصالحات والتصدق. لكن هل في قراءة شيء معين في صلاة في 2 ركعتين التوبة؟ لا، بيصلي بما شاء.
يعني يقرأ ما شاء، ما فيش أي قراءة متعينة لهذه الصلاة، لكن يستحب للتائب الذي يصلي هاتين الركعتين من صلاة التوبة بعدهم أن يستغفر الله وأن يجتهد في عمل الصالحات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يتصدق إن استطاع. طب الاستغفار ليه؟ يستغفر لقول النبي في الحديث ثم يستغفر الله. أهو، ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله، يبقى بعد صلاة التوبة يستحب له الإيه؟ الاستغفار. بعد الركعتين دول يستحب للتائب الإيه؟ الاستغفار. طيب، ويعمل الصالحات، إيه الدليل على عمل الصالحات؟ لقول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شوف، تاب وآمن وعمل صالحا، يبقى بعد التوبة بيكون العمل الإيه؟ الصالح، الأعمال الصالحة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم إيه؟ ثم اهتدى. طب يتصدق ليه؟ بعد صلاة التوبة يستحب له التصدق. لماذا؟ لقول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. شوف، ويكفر عنكم من سيئاتكم، يبقى التكفير عن السيئات ومحو السيئات بيكون بعد الإيه؟ بعد التصدق. فأنت بتصلي صلاة ركعتين التوبة اللي طلبهم منك الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعدهم لما تتصدق يكون أحرى بمحو الذنوب وقبول الإيه؟ المغفرة. يبقى إذن يستحب للتائب الذي يصلي صلاة التوبة أن يستغفر، أن يعمل الصالحات، أن يتصدق. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الصلاة وأن يعيننا عليها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة. قبل رمضان كده بتبدأ يعني تعمل كل ما يهيئك لاستقبال عبادة الصيام واستقبال الشهر الكريم العظيم ده، شهر القرآن، شهر المغفرة، وشهر التوبة، وشهر العظمة كلها، موسم من مواسم العبادة العظيمة شهر رمضان. فقبله ابدأ صلي ركعتين صلاة التوبة دي لكل ما فات وما بدر من سيئات، وتبدأ رمضان صفحة جديدة بقلب راض خاشع مقبل على الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتقبلنا وأن يجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه في هذا الشهر الكريم. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.